النهارده في برنامجكم معكم يعني معانا فقرتين رئيسيتين، موضوعين رئيسين. الموضوع او الفقره الاولى هنتكلم فيها عن علمائنا في الخارج بعد ثوره يناير. اتصور انه نزيف العقول وهذه الخبرات المصريه اللي موجوده في الخارج وهذه الطيور والعقول المهاجره ده وقتها انها ترجع او يرجع ان نسبه كبيره من هذه العقول للمساهمة في نهضة البلاد. يمكن الإعلام بيركز على أسماء محدودة وكلنا عارفينها وحافظينها عن ظهر قلب، الدكتور الباز، الدكتور زويل، الدكتور يعقوب، الدكتور مصطفى السيد، لكن في الحقيقة في العشرات بل المئات، بل يعني لا أتجاوز ولا أبالغ لو قلت ده في عشرات الآلاف من العلماء اللي موجودين في أرجاء المعمورة كلها، والمفروض أن مصر تستفيد منهم أو من يعني معظمهم زي ما بقول لحضراتكم في هذه الفترة بعد ثورة يناير. النهاردة هنلتقي مع يعني عقلية من هذه العقليات ويشرفنا حالا. والفقرة الثانية إن شاء الله هنتكلم فيها عن تلك المشاريع القومية المتعددة اللي بنتكلم فيها. الناس بتتكلم عن إعادة التوزيع الجغرافي لسكان مصر، ناس بتتكلم عن ممر التنمية والعمران، ناس بتتكلم عن مشروعات في الصحراء الشرقية، ناس بيتكلموا عن استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ناس بتتكلم عن المشروع أو البرنامج النووي، البرنامج الفضائي، مشروعات تتعمل في سيناء، مشروعات تتعمل في العوينات، نرجع تاني للوادي الجديد ومشروع منخفض القطرة، عشرات من المشاريع القومية مقترحة أمام صانع القرار. هذه الحكومة حكومة مؤقتة تسيير أعمال في انتظار بقى حكومة منتخبة وتتخير أيا من هذه المشروعات القومية الكبيرة والمتعددة. ولكن أنا اتكلمت كتير ورغيت كتير، تعالوا نبدأ معانا أول فقرة زي ما بقول لحضراتكم، وبيشرفنا في هذه الفقرة ونسميها بقى علماؤنا في الخارج. النهاردة عقلية يعني متميزة شديدة التميز مشرفانا النهاردة في المنارة، الأستاذ الدكتور نبيل دويب سالم. أهلا بك وسهلا. أهلا أستاذ دكتور. أهلا بك أستاذ طارق. قبل ما نبتدي أحب أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأشكرك على استضافتك لي في البرنامج بتاعك، وده شرف كبير لي أن أنا أحظى بشرف أن أنا أكون موجود معك، وأتمنى أني على الأقل أحب أني أقول القليل من اللي تحب تسمعه من خبرتنا في الخارج. لا إزاي، ده الشرف يعني شرف كبير لنا طبعا في قناة المنارة أن واحد زي حضرتك. وطبعا لازم أقول للمشاهد الكريم اللي بتابعنا من هو في البداية قبل ما أجري وأدور يعني أدير هذا الحوار، مين هو الأستاذ الدكتور نبيل دويب سالم؟ طبعا محل الميلاد مصر، المؤهل الدراسي دكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة أوكلاند. الدكتور نبيل سالم أنهى دراسته قبل الجامعية في مجال الهندسة الكهربائية في مصر، ثم حصل على درجات أو على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال هندسة الكمبيوتر من جامعات أوكلاند وجامعات أخرى عديدة. وبدأ الدكتور سالم حياته العملية كمهندس متخصص في تصميم لوحات الكمبيوتر لوحدات التحكم الآلي في التصنيع باستخدام الكمبيوتر بأحد المصانع بقى في ولاية ميتشيغان، ثم بمركز أبحاث جنرال موتورز، وشغل بعد ذلك مناصب قيادية ما بين نائب الرئيس وكرئيس لبعض شركات تكنولوجيا المعلومات التي تصنف من أكبر 100 شركة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. اختير الدكتور نبيل كعميد لكلية الحاسبات والاتصالات، ثم عميد للشؤون الأكاديمية لكل الأفرع المتواجدة في كاليفورنيا. وعمل الدكتور سالم ما يزيد عن 12 عاما في مجال التعليم الأكاديمي وشغل مناصب عدة، واكتسب طبعا المزيد من الخبرات في مجال وسائل التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الطائرات والفضاء. دكتور سالم حاليا بيركز اعتمادا على خبراته السابقة الكبيرة على تطوير ما يزيد على 100 نظام تعليمي يعتمد على استخدام التقنيات وأساليب التعليم المتطورة بغرض المساهمة في مواكبة نظم التعليم في منطقة الشرق الأوسط للبلاد المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني الريزومي أو السي في يعني مليان
انا يعني كفايه كده لانه هناخد وقت كتير ومش هنخلص، لكن ندخل على طول نرحب مره تانية بالدكتور. وابدا مع حضرتك، يعني تحب تقول النهارده في المناره وللمشاهدين يعني هذه الرحله للخارج كيف بدات واهم محطاتها الرئيسيه؟ الحقيقه من 32 سنه انا سبت مصر و ابتديت في دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من حسن حظي في نفس الوقت أن أنا ابتديت أني أعمل في مجال الكمبيوتر التصميم، وحالفني الحظ في أكثر من موقع أن أنا أتحط في مكان تعلمت فيه كويس، وبعد كده أتيحت لي الفرصة أن أنا أروح جنرال موتور اللي هو المعامل الريسيرش بتاع جنرال موتور، قعدت فيها مدة الأبحاث، وبعد كده اشتغلت في مجال الصناعة في أكتر من شركة، وكنت يعني أخذت مواقع حساسة في أكتر من شركة، وبعدين نقلتي إلى التعليم أنني أبتدي أكون عميد. دي كانت نقلة غريبة شوية، أن معظم اللي بيكونوا بيشغلوا عمداء بيكونوا بدأوا حياتهم كأستاذ مساعد وأسيستنت وأسوسيت وهكذا، يعني لحد ما يبقى أستاذ. أنا لم أسلك هذا الطريق، ولكن كان هناك ظروف معينة تمت اختياري، أو كانت الكواليفيكيشنز أو المؤهلات بتاعتي في هذه الحالة هم اللي كانوا بيدوروا عليها، فأخذوني حطوني العميد في إحدى هذه الجامعات، وبعد كده ترقيت ووصلت للرئيس شؤون الأكاديمية لأكثر من كامبس في الجامعة، وقعدت 12 سنة، وكانت تجربة حقيقة رائدة وعظيمة جدا. دي اللي ابتدت تساعدني اني انا احقق اللي انا عايز اعمله بعد كده، لان انا عندي الباك جراوند بتاع الخلفية كبيرة، الخلفية بتاعة التكنولوجيا وهكذا زائد العلم، فحطيت الاتنين مع بعض وحاولت اني انا اعمل حاجة تكون بالنسبة لي مش مجرد شغل، لا بتبقى عبارة عن يعني حاجة تفيد الآخرين. ولقد كان من حوالي من سنة 2000 لحد دلوقتي الحقيقة كرست وجهي، كرست كل مجهودي إن أنا أحط عبارة عن منظومات تعليمية تحاول تنمي الطلبة اللي هم قبل التعليم الجامعي. جميل. ومن حوالي سنة أو اثنين أو ثلاثة كده حسيت أن يعني اللي زي ما بيقولوا ملوش في خير في أهله ملوش خير في نفسه، فأنا ابتديت أجيب هذه المنظومات التعليمية ونعربها وهكذا وأجيبها للشرق الأوسط. والحقيقة الدول الخليج حقيقة يعني شافوها كويس وحسوا أن هي حاجة بتفيد، لأن إحنا بنعمل حاجة بتنمي المهارات يعني. فحطوني على في أكثر من دولة، في السعودية وفي قطر وفي دبي، على العبارة عن زي ما يكون بسمها Supreme Council of Education اللي هي المجلس الأعلى، المجلس الأعلى للتعليم يعني لتطوير التعليم. ف يعني عندي أمل إن أنا أسلك هذا المجال أيضا في مصر، وإن شاء الله هنعمل كده، وعلى صلة بناس كتير في مصر إن إحنا ننمي العملية التعليمية. أنا عارف إن الوقت ده غير مناسب، بس ده بالعكس يعني أنا أتصور إن هو ده الوقت المناسب. هو يمكن الوقت ده اللي هو النهاردة مش مناسب، النهاردة وبكرة مش مناسب، إنما هيبقى مناسب إن شاء الله. أنا الحقيقة بدأت حتى شوية بعض هذه المجهودات في يناير السنة دي قبل الثورة، وبعدين سافرت في 16 يناير قبل الثورة على طول، والوقت رجعت تاني. فأنا عندي أمل كبير إن يعني أنا كل تفاؤل وكل أمل إن إحنا هنزق زقة ناحية الاتجاه السليم، الشباب وتعليم الشباب، لأن في حاجات يعني مش واضحة لناس كتير هنا، فعندي أمل كبير إن هي تبتدي توضح في الاتجاه الرئيسي للتعليم. جميل. طب هذا اللي يعني الفكرة حضرتك يمكن ذكرت في معرض كلامك، قلت ان هم يعني دوروا عليا وعلى هذه الخبرات في المجتمعات المتقدمة، بيدوروا فعلا على الخبرات ويلاحقوهم ويهتموا بهم لان هم محتاجينهم. لكن هنا في بلدنا لغاية دلوقتي يعني في 60 سنة اللي فاتوا، مهما كانت الخبرة او مهما كان الشخص كفء، ما فيش حد بيدور على حد، كل القطاعات في غيبوبة. بالعكس الشخص هو اللي بيسعى، وهو اللي لازم بيعتمد دايما جملة ايه يقول لك الذكاء الاجتماعي
العلاقات، وهي كلمات كلها يعني مؤدبة، لكن هي في النهاية بتنم عن فساد وواسطة ومحسوبية. هذه الثورة تستطيع أنها تغير هذه المنظومة اللي ترسخت في شرايننا ويعني أوردة المصريين كلهم؟ حقيقة كلامك مظبوط جدا. هو كانت هناك في تقريبا السنة الماضية بعض المجهودات الفردية اللي كانت المفروض النتيجة بتاعتها كويسة، يعني هيئة الاعتماد بدأت صح يعني أو إلى حد ما صح. تقصد حضرتك هيئة الاعتماد والجودة؟ الاعتماد والجودة، ولكن كان هناك يعني بعض الملاحظات في التركيبة نفسها، التركيبة ما كانتش مظبوطة، وأنا قلت هذا الكلام في السفارة المصرية في واشنطن. وعندي أمل كبير، لأن أنا عملت اعتماد لأكثر من 150 جامعة هناك، لأن أنا كنت عضو رئيسي في هيئة الاعتماد اللي بسموها واسك ونورث سنترال وكده، فكان عندي أمل كبير إن أنا أخد دور فعال، لأن ده عبارة عن مجهود فولنتير متطوع مش منتظر منه حاجة، فكان عندي أمل كبير إن إحنا نكمل الطريق، بس طبعا القلاقل الماضية ديت وقفتنا، إنما أنا عندي أمل كبير إن في الفترة الجاية ديت نعيد هذه المجهودات. جميل. إن شاء الله ونعيد التعليم إلى بر الأمان. يعني هو يعني بس أنا عندي ملحوظة، يعني أنا قريت كتير على اللي بيحصل في التعليم وبتاع، هي في نقطة جوهرية عندي أمل كبير إن الناس تفهم إيه المشكلة الحقيقية هنا. في جامعات حصل في عملية استثمار للتعليم في مصر، ولكن كان تعليم طبقي، وده خطأ، لأن المفروض التعليم في بلد زي مصر، التعليم بيعتبر هو عبارة عن الكاتاليست أو يعني المحفز الرئيسي للنمو، والمفروض عملية النمو دي تنمو عبارة عن بار كده كله بيعلى لفوق. إنما نظر لأن احنا ركزنا أو مش ركزنا، عملنا انفستمنت أو استثمار في بعض الجامعات الأهلية، فبدأت قليل من الطبقات تعلو، ولكن الغالبية من الشباب ما زال تحت. هذا لن يمثل تطور إطلاقا. التطور إن إحنا نتيح التعليم لكل الناس، وعندي أمل كبير إن في وقت من الأوقات لما الأمور تستقر، إن الحكومة تقدر تحط كنترول على الجامعات، بحيث ان التعليم ده يكون متاح زي في أمريكا. إحنا عندنا التعليم متاح لأي واحد مهما كان غالش، بس قبل ما الجامعة تبتدي تحط